صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. في هذه الليلة نقف وإياكم مع علم من أشرف العلوم، وهو شرح متن الأجرومية، والذي يسعدنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك وحياك ومن يسمع. وإياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا إليكم أيها الإخوة الدارسون والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، يسعدنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع إلى شيخنا الكريم استفتاحة هذا الدرس المبارك، فنترك المجال لشيخنا الكريم. تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق فيما نقول ونعمل، وأن يوفقنا إلى محابه ومرضيه، وأن يجعل سعينا في سبيله، وأن لا يجعل له فيما نعمل شريكا. نحن اليوم بإذن الله تعالى إن أسعفنا الوقت والعمر وبورك لنا فيه كما نأمل من ربنا سبحانه وتعالى، سنأخذ موضوعين، موضوع الظروف، ظرف الزمان والمكان، وموضوع الحال، وهما مما يشملهما اسم المنصوبات فيما قسمه المصنف رحمه الله في هذا المتن. وسيكون إن شاء الله تعالى الحديث فيهما نوع من المشاركة أيضا مع الإخوة الحاضرين ومع المشاهدين بإذن الله تعالى، كما أنه لا مانع أن تطر هذه الشروح وهذا الحديث في هذه الموضوعات بما يعن وما يهم الإخوة الحاضرين والمشاهدين من استفسارات لغوية تمس الحاجة إليها فيما بين الفقر والسطور. إن أردتم إن شاء الله نبدأ في طيب. باب ظرف الزمان والمكان بدأنا، وإن أردت أن كان يعني نسأل الإخوة في أو نستمع إلى أجابتهم فيما سألناه في المرة الماضية طيب. لنشجعهم على ذلك فطيب. بكل سرور. نحن سألنا يا إخوان سؤالين في المرة الماضية إن كان يحضركم. كان السؤال الأول عن علة تسمية المصدر مصدرا، وكان السؤال الثاني عن المقصود بالمصدر الميمي والمصدر الصناعي. فمن كانت عنده إجابة شافية مختصرة فليتفضل. لا يلزم أن تكون شافية، فيها إيضاح وأكملها إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. علة تسمية المصدر بهذا الاسم لأن الأسماء والأفعال تصدر منه، فمصدر ضرب ضرب، فالضرب يصدر منه الفعل ضرب، والفعل يضرب، والاسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب. المصدر الميمي والصناعي، المصدر الميمي والصناعي، هل تعرف المقصود بهما؟ تعرفهم. المصدر الميمي هو المصدر الذي يكون في بدايته ميم زائدة كمتاب ومقام. المصدر الصناعي وهو الذي يكون في آخره تاء مشددة، ياء مشددة وتاء زائدة، وتاء يزاد ياء وتاء، ياء مشددة وتاء في آخره، ولا يلزم أن يكون اسما إنسانية، ولا يلزم أن يكون فعلا أو يكون مشتقا، بل قد يكون جامدا. وما يتعلق بالمصدر وصدور المشتقات منه، هذا هو على الراجح طبعا من أقوال أهل العلم،
وإلا فمن النحويين من يرى أن الفعل هو الأصل ومنه صدرت بقية المشتقات، ويقولون أن المصدر حين ذاك يكون قد صدر هو من الفعل على قولهم، والأمر في ذلك واسع وثمرته ليست بالكبيرة، يعني ثمرة الخلاف. نبدأ إذن فيما نحن فيه فيما يتعلق بالظرف. نحن نعرف أيها الإخوة أن المفعولات في العربية خمسة، وكل واحد من هذه المفعولات يتميز بقيد، فيقال المفعول به بقيد الباء، ويقال المفعول له أو لأجله بقيد اللام، ويقال المفعول معه بقيد مع، ويقال المفعول المطلق بلا قيد، وبقي المفعول الخامس وهو الذي يسمونه المفعول فيه، يعني وقع فيه الفعل، وهو الظرف، سواء كان هذا الشيء الذي وقع فيه الفعل زمانا أو مكانا، لأنه لا يخلو كل فعل من أن يقع في زمان أو مكان، لا بد لكل حدث من الأحداث أن يحتويه ظرف زماني وظرف مكاني، فتقول ذهب لا بد له من مكان وقع فيه الذهاب وزمان وقع فيه الذهاب، فإذا كل فعل من أفعالنا لا بد أن يحتويها ظرف من الظروف المكانية والزمانية، فإذا وقع في هذه الظروف، وقعت هذه الأحداث في هذه الظروف، ومن ثم سميت مفعولا فيها، سميت مفعولا فيها. إذا المفعول فيه يشمل النوعين، ظرف الزمان وظرف المكان. أتوا شيخ تركي نبدأ في المتن فتفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وثم وهنا وما أشبه ذلك. طيب، نبدأ بالزمان وهو الذي بدأ به المصنف. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. كان الظروف الزمانية أخص من أسماء الزمان، لأنه قال إن ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فإن لم يكن كذلك لا منصوبا أو لم يقدر فيه فيه فليس ظرف زمان، فإذا ظرف الزمان أخص من اسم الزمان. كلمة ساعة هذه اسم زمان، لكن لا يلزم أن تكون ظرف زمان في كل وقت، أنت تقول هذه ساعة مباركة، هل كلمة ساعة هنا منصوبة؟ هنا خبر مرفوعة، هذه ساعة، إذن ليست ظرف زمان، لأن الظرف شرطه أن يكون منصوبا. وتقول مثلا الساعة الليلة، هذه الليلة ليلة الأحد، ليلة الاثنين، فقولنا هذه الليلة هنا بدل من المبتدأ اسم الإشارة هذه، وهي مرفوعة وليست بمعنى في، ليست على تقدير في، ليس المقصود هذه في الليلة. إذن اسم الزمان أعم وأشمل من ظرف الزمان، فظرف الزمان هو جزء من اسم الزمان، فإذا قلنا ظرف زمان فهو ذلك الاسم الذي يدل على الزمان، بشرط أن يكون منصوبا لا مجرورا ولا مرفوعا، وبشرط أن يكون بمعنى فيه متضمنا معنى فيه. وقد ذكر المصنف أمثلة جيدة وكثيرة من هذه الأسماء الزمانية التي استعملت ظروفا بتضمنها معنى فيه وانتصابها. إذا قلت سافرت يوم الخميس، التقدير سافرت في يوم الخميس، فإذا يوم هنا هو اسم زمان تضمن معنى فيه وهو منصوب كما ترون يوم، إذن هو ظرف زماني. لكن عندما نقول مثلا يوم الخميس يوم مبارك أو يوم يندب صيامه،
فيوم الأولى مبتدأ ويوم الثانية خبر لم تتضمن معنى فيه فليست ظرف زمان وإن كانت اسمي زمان. إذن هذا أمر ينبغي التنبه إليه، فليس كل اسم زمان ظرف زمان، ولكن ظرف الزمان هو اسم الزمان متى تضمن معنى فيه ونصب، فإن خرج عن ذلك لم ينصب أو لم يتضمن معنى هذا الحرف فليس بظرفا، ليس بظرف زماني. مثل المصنف أو ذكر المصنف اليوم والليلة وغدوة، واضحة غدوة أول النهار، وكذلك البكرة هي أول النهار، هي أول النهار. قال كاليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر، السحر هو آخر الليل قبيل الصبح، وبعضهم يحدده بثلث الليل الآخر حتى طلوع الفجر، هذا هو السحر. ومن ثم صارت أكلة السحر في هذا الوقت الذي هو ثلث الليل الآخر حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. كلمة سحر هذه إذا قلت مثلا خرجت للصلاة سحرا أو سحرا، حينئذ تكون هذه ظرف. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فهذا اسم زمان ولكنه ليس ظرفا لأنه مجرور، ونحن نشترط في اسم في ظرف الزمان أن يكون منصوبا، وما دام كذلك فليس هذا بظرف زمان بل هو مجرور بالباء. إذن نأخذ قاعدة أن اسم الزمان إن لم ينصب إذا جر بأي حرف حتى ولو كان الحرف فيه فليس بظرف زمان، لا ينصب على الظرفية، وإن جر بفيه أيضا وليس مجرد حرف جر فقط ولكنه يعرب مجرورا بالحرف ولا يعرب ظرف زمان. قال وسحرا وغدا وعتمة، العتمة هي ثلث الليل الأول بعد غياب الشفق عند ذهاب النور كله، هذا يسمى العتمة، الثلث الأول من الليل، ولكنه لا يبدأ حتى يغيب الشفق، يعني يذهب كل النور الذي هو بقية النهار. قال وعتمة وصباحا ومساء وأبدا، الأبد الدهر، الدهر كله. والأمد قال أمدا، الأمد الغاية، عندما تقول لا أكلمه أمد الدهر يعني إلى غاية انتهاء الدهر، الغاية هي الانتهاء، هي الشيء نهاية الشيء. فعندما تقول لا أكلمه أمد الدهر يعني إلى غاية الدهر إلى آخره، كأن هذا نوع من تأكيد عدم هذا. قالوا ما أشبه ذلك، يعني كل اسم تضمن كما قلنا معنى فيه وكان منصوبا، اسم زمان تضمن معنى فيه وكان منصوبا دل على الزمن، تضمن معنى فيه وكان منصوبا فإن نعربه ظرف زمان حتى ولو لم يذكره المصنف هنا، يعني لو قلت مثلا وقت ساعة زمن كل ما يدل على الزمن وإن لم يكن المصنف هنا فإنها ظروف زمان متى انتصبت على الظرفية الزمانية وتضمنت معنى فيه وتضمنت. تفضل شهد عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور أحسن الله إليك، كلمة سحر نجد المؤلف نونها، إذا كان الظرف زمان ألا تكون ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل عن السحر؟ إذا كان صار الظرف زمان نعم فهي كذلك، لكن هنا ما استعمل، هو استعملها أسماء، عدها أسماء، أنت إذا استعملتها تقول جئتك يوم الخميس سحرا أصبحت ظرف زمان فهي معدولة حينذاك عن السحري، فاجتمع فيها علتان، العالمية لدلالتها على وقت معين والعدل لعدلها عن المعرف بألف، فاجتملت على علتين فمنعت من الصرف. لكن هو عندما يعدها عد الأسماء فإنه يقول هذه الأسماء تحتمل الظرفية الزمانية متى تضمنت معنى فيه ونصبت، فعدها ظروف زمان، فهذا يعني أنك عند استعمالك لها تحدد أنت هل تستعملها ظرف زمان أو لا تفعل، فلا يؤاخذ بهذا المصنف، لكنه لو أنه مثل بها ظروف زمان ونونها لأخذناه وأخذناه بهذا. نعم دكتور، قوله بالنسبة أسماء الأيام
جئتك سبتا أو أحدا هل تعامل معاملة الظرفية؟ يمكن نعم ما دامت يدل على زمان وتضمن معنا فيه نعم في السبت حتى لو أضيفت مثلا إليها زرتك الخميس أو السبت يعني نعم تقول الخميس الماضي ليس مفعول به يعني لا نقول أنه مفعول به لا أنت الخميس ليس مزورا حتى يكون مفعول به وإنما وقعت فيه الزيارة الفرق بين المفعول فيه الذي هو الظرف والمفعول به أن المفعول به يقع عليه الفعل والمفعول فيه أو الظرف يقع فيه الفعل هذا يعني قيد قاطع واضح يعني في الفرق بينهما ما انتهيت يا رب العزيز فضل فضيلة الدكتور أليس الضبط الصحيح أن يقول نحو اليوم والليلة بلى باعتبارها مضافا إليه هذا صحيح أنت تابعت المصنف متابعة جيدة في هذا ما دام تقول إذا كان لا يعاملها الآن معاملة الظروف فينبغي أن يعاملها معاملة المفردات وإذا عاملها معاملة المفردات فهي مضاف إليه ومعطوفات عليه فينبغي أن تكون كذلك هذا صحيح هذا صحيح ولذلك فنقول نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغد إلى آخره هذا صحيح لأنه يستعمل الظروف زمان فانصبها ويلزمه على ذلك أن يمنع سحر من الصرف وإن استعملت أسماء زمان ليست ظروفا فجرها بالإضافة وحينئذ يلزمه ألا ينصبها بهذه الطريقة فهو أنت ألزمته على الأمرين هذا يسميه المناطق الإلزام على الوجهين وهذا نعم إلزام جيد وفي مكانه ودليل على تميز من الأخ عبد العزيز بارك الله فيه أحسن الله إليكم شيخنا الكريم هنا مشاركة من الأخت لولو إبراهيم إذا تأذن لنا تفضل أحسن الله إليكم لولو إبراهيم السعودية أجابت عن الأسئلة السؤال الأول سمي المصدر يرى البصريون أن المصدر هو الأصل في الكلمة وأيضا هو أنه صدرت عنه كل المشتقات السؤال الثاني المصدر الميمي هو المصدر بزيادة حرف الميم يتوب إلى الله متابا والمصدر الصناعي مصدر يؤتى بآخر الكلمة بياء مشددة وتاء مثل إنسان إنسانية أو حرية وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك صحيح إجابة صحيحة وجيدة طيب نأتي لظرف المكان نأتي لظرف المكان وهو الذي قال عنه المصنف كما قال تماما عن ظرف الزمان قال وهو اسم المكان المنصوب يعني ظرف الزمان ظرف المكان ليس كل اسم مكان ولكنه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه كذا هما القيدان الموجودان في ظروف الزمان تماما ثم مثل بأمثلة كما مثل بأمثلة للأسماء الزمانية فقال نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع إلى آخره الأولى أول الأسماء التي ذكرها هي التي يسمونها الجهات الست فكل جسم من الأجسام تحيط به جهات ست أربع من حوله واثنتان من فوقه وتحته يعني أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هذه يسمونها الجهات الست ولا يخلو ولذلك صار المكعب مكون من ستة أوجه لأنه جهات كل شيء ستة ست هنا أمام وخلف وقدام إلى آخره هذه أمكنة هي جهات ولكنها تدل على أمكنة محددة فهي أسماء مكان ما تضمنت فيه ونصبت أصبحت ظروفا مكانية عندما نقول مثلا نحو أمام وخلف وقدام إلى آخره أكمل بقوله وما أشبه ذلك يعني كأن أيضا ما أمكن إضافته من الأسماء الدالة على المكان وإن لم يذكرها كمثلا يمين وشمال وما ذكر يمين وشمال مثل مكان ما ذكر مكان هذه يصح أن نستعملها ظروف مكان بأن ننصبها وأن نضمنها معنى فيه تقول مثلا في استعمالها ظرف مكان هذا مكان طيب وصليت في مكان طاهر هنا هي أسماء زمان وليس ظروف زمان لأنها مرفوعة ومجرورة ونحن نشترط في ظرف الزمان في ظرف المكان أن تكون منصوبة ثم إنك في قولك هذا مكان لم تضم منها معنى فيه فهذه أيضا فقدت القيد الآخر صحيح أنك في قولك صليت في مكان طاهر ضمنتها معنى فيه بل صرحت بفي لكنك لم تنصبها على الظرفية بل جررتها بفي وحينئذ تخرج أيضا عن الظرفية المكانية
وتبقى اسم مكان مطلق. قال أمام وخلف قدام ووراء وفوق وتحت معروفة الجهة الست، وعند ومع. مع هذه أكثر النحويين يعدها ظرف مكان، ظرف مكان، وبعض النحويين يراها حرف جر وهذا قليل، والذين عدوا حروف الجر لا يعدون معها، لكن بعض النحويين المتأخرين يراها حرف جر، ولعل شبهها لكونها على حرفين وجر ما بعدها بصفة دائمة جعله يحملها على ذلك، والذين يرونها ظرف مكان يجرون ما بعدها بالإضافة، أنها تضاف إلى ما بعدها ملازمة لإضافتها إلى ما بعدها، فتقول مع فلان أو معه فتضيفها إلى ما بعدها. قال وإزاء، الإزاء يعني الموازاة والمحاذاة، مقابلة الشيء. وحذاء مثلها تماما، سرت إزاء فلان، سرت حذاء فلان، يعني بمحاذاته بمجاورته مماثلا له، ليس بتقدمه وتأخر عنه أو العكس، ولكن بمماثلته ومحاذاته وموازاته، هذا معنى الإزاء والحذاء. قال وتلقاء، التلقاء هو المواجهة والحيال، حيال الشيء أو تلقاء مدين يعني وجاههم أو في مواجهتهم. التفت تلقاء فلان يعني لمواجهته، فهي بمعنى مواجهة، وهي تدل كما ترون على المكان. قال وثم، هناك ثم، هذه مكان، نعم، إشارة كما تعلم، وذكرت في أسماء الإشارة، ذكرنا ثم في أسماء الإشارة إلى المكان البعيد، فهي تماما مثل ذلك. نحن عرفنا في أسماء الإشارة أن هنالك، هنالك لأنها للمكان وليس للشخص. نحن عرفنا أن هنا إشارة للمكان، فإن كان المكان قريبا اكتفينا بها، وإن كان المكان متوسطا أضفنا إليها الكاف كاف الخطاب هناك، وإن بعد المكان جدا قلنا هنالك، ويغني عن ذلك أن تأتي بثم، ثم، فثم تدل على المكان، الإشارة إلى المكان البعيد، فإن كان المكان قريبا فلا يصح الإشارة إليه بثم. بعضهم أو العرب أحيانا تؤنث لفظ ثم فتقول ثمة، وهذا لا يعني أن المشار إليه مؤنث، فقد يكون مذكرا، تقول ثمة رجل، فسمونه تأنيث لفظي هذا، يعني مجرد الحاق علامة التأنيث باسم الإشارة المكاني لفظا، وإن لم يكن، وإن كان المشار إليه مذكرا فلا يلزم من تأنيثه اللفظي تأنيث المشار إليه. ثم هذه كما ترون مبنية على الفتح، ونقول حين ذاك في محل نصب ظرف مكان، اسم إشارة مبني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ للشبه المعنوي. المصنف لم يذكر أنواع الشبه كما تعلمون فيما يتعلق بالمبنيات، لكن النحويين عندما يذكرون أنواع الأشياء التي تجعل الأسماء مبنية أو تدعو إلى بناء الأسماء يقولون مشابهتها للحرف تدعوها، تجعلها مبنية. والشبه أنواع، شبه ثم هنا بالحرف يأتي من المعنى، لأن هذه المعاني عن الإشارة والنداء والنفي والاستفهام والنهي إلى آخره، هذه معاني الأصل فيها أن تؤدى بالحروف، فإذا أديتها باسم فإنك تبني هذا الاسم حملا له على الحروف التي كان ينبغي أن تستعمل له هذه المعاني، تستعمل فيه هذه المعاني أو معه هذه المعاني، ومن ثم فتبنيه، وهو مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. تقول اجلس ثم، أي اجلس في ذلك المكان، وحين ذاك هنا هي ظرف مكان لأنها تضمنت معنى فيه، وبني وهي في محل نصب، في محل نصب، وعدم تنوينها لأجل حركة البناء، لأجل حركة البناء فيها. إذا كان هذا واضحا فإني سأسألكم، إلا إن سألتموني أنتم. تفضل شيخ عبد العزيز. نجد المصنف ألحق معي بظروف المكان، لكن حينما نقول أتيت مع الفجر ألا تكون ظرف زمان؟ أنت عندما تقول أتيت مع الفجر هي في حقيقتها الأصل فيها أن تكون للمكان، وأنا ألمح فيها مجازا في قولك أتيت مع الفجر، لأن المعية هنا
فيها حمل الزمان على المكان، لأن الأصل فيها أن تستعمل مع الأشياء المكانية المحسوسة. وقول كتبت مع الفجر لا حس فيه، ولكنه معنوي، فهو حمل للمعنى على الحس أو حمل للزمان على المكان. فحين ذاك تبقى في الأصل أنها تستعمل مكانية، وإنما دعا إلى استعمالها زمانا أنك أضفتها إلى كلمة الفجر، وإلا فالأصل حملها على الظرفية أو الاسمية المكانية وليس الزمانية. السلام الله عليكم شيخنا. بالنسبة للثم قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، نفس المعنى يعني هنا وإذا رأيت ثم، هي كذا وإذا رأيت ثم جواب الشرط رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ليس التتابع وإذا رأيت ثم، لا لا يقرأها الأطفال وإذا رأيت ثم رأيت، لا ليس كذلك، هي وإذا رأيت هناك ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا رأيت هناك في ذلك النعيم الذي يخبر الله سبحانه وتعالى عنه في دار المقامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا والسامعين والمشاهدين تلك المقامات التي هي مقامات الإحسان، وهي النعمة الكبرى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها. فالمقصود إذا رأيته ستجد ترى نعيما وملكا كبيرا عند الولدان الذين يخدمون في الجنة. وهذا سبحان الله شيخ يعني يقودنا إلى أن فهم حتى بعض الدلالات النحوية قد تفيد في أثناء القراءة. قطعا هو يقود إلى القراءة معنا. يعني إذا الإمام قرأ مثلا وإذا رأيت ثم رأيت ثم سكت، إذا قال وإذا رأيت ثم رأيت نقول موقف فيه مكان لا يصح الوقف فيه، لأنه رأيت ماذا؟ المفعول ما جاء إلى الآن. وإذا قال وإذا رأيت ثم أي ووقف أيضا لا، ليس هذا مقام وقف إلا عند انقطاع النفس فيرجع، لأنه لم يأتي بجواب الشرط بعد. جميل أحسن الله إليكم. هذا الشيخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول هل في قوله لمحمد منزلة عند أستاذه تعرب عند ظرف مكان؟ هي نعم هي ظرف مكان، لأنه المقصود به حتى لو كان شيء معنوي يعني، وهو لو كان شيء معنويا لكن الأستاذ هو جهة مكان وقع فيها ظرف، وليس زمانا. الظروف لا تخلو إما تكون زمانية أو مكانية، إذا ما استطعت أن تحملها على هذه فاحملها على هذه، فهي عند فلان كما أنك تقول عند الجدار وعند الرجل وعند كذا وعند البقال وعند البائع، فهي عند الأستاذ نفس القضية. جميل. فهي ظرف مكاني قطعا. إذا أذنت لي شيخ هنا مشاركة من أم إبراهيم في الواقع ما يختص بنقاش كان في الدرس الماضي للبيت ونقرته نقرة فهب ليحمد الله على السلامة. إذا أردت أن نقرأ القصة. لا شكل تفضل. ذكرت أن هناك قصة وقصته أن حمامة رأت كلبا نائما وبقربه ثعبان فأسرعت ونقرته لينجو بنفسه، ثم مرت الأيام ورأى الكلب صيادا قريبا من مكان الحمامة فراح ينبح بأعلى صوته لتطير الحمامة بعيدا، فقال الشاعر ونقرته نقرة فهب ليحمد الله على السلامة، فهل هي لام الأمر أو لام كي؟ ما دام كذلك فهي لام التعليل. لام التعليل إذا تنصب تكون حين النص. نعم تنصب يعني وهي في الحقيقة هي لام العاقبة هنا، هي نعم لام التعليل وينصب، لكنها بمثابة لام العاقبة، أي ترتب على ذلك أن يحمد الله على السلامة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه ليكون لهم ولدا، لا تقتلوا وعسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، تريده قرة عين هي امرأة فرعون، لكنه العاقبة كانت. نعم كانت العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا، لأنه ترتب عليه غرق فرعون وهلاكه فإذا هذه اللام ليست علة للفعل ولكنها بيان للعاقبة، وهي مع ذلك تسمى لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بعدها. جميل جدا أحسن الله عليكم. جوازا عند البصريين وهي نفسها الناصبة عند الكوفيين. جميل أحسن الله عليكم. عبد الواحد الصمدي من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ، هل ظرف الزمان والمكان دائما يكون منصوبا؟ أنا قلت ما دمت سميته ظرف زمان أو مكان نعم دائما يكون منصوبا، لكن اسم الزمان والمكان لا يلزم أن يكون منصوبين. إذا لم تستعمله بمعنى فيه على معنى فيه ولم تجعله في مواقع الإعراب المختلفة فهو ظرف، لكنك إن جعلته في مواقع الإعراب جعلته مبتدا أو خبرا أو مجرور بحرف الجر فحين ذاك هو اسم زمان وليس ظرف، وليس ظرفا اسم زمان ومكان وليس ظرفا. فإذا شرط الظرف يعني اسم الزمان دائرة واسعة، ظرف الزمان جزء من اسم الزمان،
لأن الظرف ينبغي أن يكون منصوبا، واسم الزمان قد ينصب وقد يرفع وقد يجر. واسم وظرف الزمان ينبغي أن يكون بمعنى في، يعني التقدير فيه، بينما ظرف الزمان والمكان ينبغي أن يكون بتقدير فيه، بينما أسماء الزمان والمكان قد تكون بدون هذا التقدير. جميل. كما إذا قلت هذا يوم الأحد وقع هنا خبر وأنت لا تقدر هذا في يوم الأحد، فإذا هي هنا اسم زمان وليست ظرف زمان. وليس ظرف زمان. شيخ، ما يتعلق بمثلا اليمين واليسار هذه كذلك تعتبر ظروف مكان؟ نعم، تقول يمين جلست يمين فلان، يعني على في المكان الواقع يمينه، فهي حينئذ ما تضمنتها معنى فيه. أما إن لم تضمنها هذا المعنى فليست ظرفا وتكون أسماء مكان. طيب الشيخ، أثناء مثلا السرد القصصي يقول مثلا في ذات يوم، هل هي في ذات يوم ولا في ذات يوم؟ ذات يوم، يعني ظرفية تعتبر ذات. طبعا منصوب على الظرفية، لا يعني أن أسبقها في معناتها أنها مجرورة. لا، إذا قلت فيه تقول في ذات يوم، في ذات يوم، لكن عندما تقول ذات يوم فتنصبها على الظرفية الزمنية. جميل، أحسن الله عليكم. الآن سأسأل الإخوة بس بالتأكد قبل الانتقال. تفضل يا أخي. أذيض الشيخ، أحسن الله عليكم وإليك. الفرق بين تلقى وأمام. نعم، الفرق فرق واضح بينهما، لأن أمام الشيء يعني أن تكون يعني جلست أمام فلان، يعني وقع هو خلفي. يا شيخ أنا عفوا، السؤال لم يسمع، لعلك تعيد السؤال. إذا أردت تسأل أقربه إلى فيك حتى يستمع. الفرق بين تلقى وأمام. يسأل الأخ الكريم عن الفرق بين تلقى وأمام. الأمام الشيء، جلست أمام فلان يعني جعلته خلفي وإن لم يكن وجهي إليه، لكن توجهت تلقاء فلان يعني جعلته هو أمامي وأنا مواجه له، ففرق بينهما. وقدام نفس المعنى؟ قدام بمعنى أمام، قدام بمعنى مرادف أمام. يعني مرادفات الأحجار. مرادفات أمام وليس مرادفات تلقاء. جميل. هل بقي أسئلة عند الأخوة؟ بقي أسئلة عندي أنا. طيب، سأسألهم الحقيقة بس للتأكد، وترى ما في لا إثقال، الذي يحس أن السؤال يعني يحتاج إلى تفكير أو كذا ينتقل لمن بعده ونعود إليه، والأمر يسير وفيه نوع من تنشيط الإخوة. نبدأ بك شيخ سوالم، حتى بس أكون الآن سأذكر لك جملة آية مثلا، أريدك أن تستخرج لي الظرف وتبين هو زماني أو مكاني فقط. يعني هذا يعني تقول الظرف هو كذا، وهو يقول الله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا. الظرف هنا أحقابا، وهو ظرف زمان، وهو ظرف زمان. الشيخ رادس في قوله في قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، كم عندنا من ظرف؟ اثنان ظرفان. اليوم وهو ظرف زمان زماني، وهاهنا هنا ظرف مكان. ظرف، أحسنت، وهو ظرف مكاني، أحسنت. تفضل يا أخي. في قول الله سبحانه وتعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن ظرف زمان. ظرف زمان، أحسنت. في قول الله سبحانه وتعالى ماكثين فيه أبدا. أبدا ظرف، نعم، زمان. أبدا ظرف زمان. طيب كريم، في قول الله سبحانه وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف. بين ظرف مكان. ظرف مكان، أحسنت. هذا يكفي وإن شاء الله تعالى هذا دليل. تسألني يا شيخنا، نسألك جدا لولك بس الصعب أنت حتى يعني ما المفروض، ما هو الصعب لكن نبحث لك عن شيء بقدر همتك يا شيخ تركي. جزاك الله خير. في قول الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ حين نعم. ظرف زمان. ظرف زمان، أحسنت. طيب، أنا يعجبني فيك شيخ تركي حرصك، حفظك الله ومتابعتك وروحك اللطيفة هذه، يسأل الله أن يجعلك ومن يسمع موفقا أينما كنت. وإياكم إن شاء الله. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى موضوع الحال، الحديث عن باب الحال، والحال من الأبواب المنصوبات المهمة الحقيقة في 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 باب في في كتب النحو بصفة عامة، لأن استعماله كثير. أشهد أن تبدأ في قراءة المتن. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب الحال. الحال
هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. هو هنا المصنف عرف الحال مثل تعريف ابن مالك له في الألفية. ابن مالك في الألفية، هل أحد منكم يعرف ماذا قال ابن مالك عن الحال؟ تفضل. يا الحال وصف فضلة منتصب 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 مفهم في في حال في حال كفردا أذهب كفردا أذهب أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. قال فعرفه كما عرفه ابن أجرم هنا تماما، قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ابن هشام في أوضح المسالك عندما شرح هذا البيت من أبيات الألفية اعترض لابن مالك بأنه وضع النصب في الحد، وهذه سبق أن تحدثنا فيها يا إخوان، وضع الأحكام في الحدود. نعم، وضع الأحكام في الحدود. قال إن معرفة الشيء هي فرع عن تصوره، وهنا لا يتصور إلا بمعرفة حكمه، فصار معرفة الحكم تحتاج إلى تصوره، ومعرفة الحد تحتاج إلى معرفة الحكم، فتوقف الشيء على شيء على ما ينبغي أن يتوقف عليه، فوقع الدور والدور باطل. ولذلك كأنه يقول إنه لا ينبغي أن يكون الحكم الذي هو النصب ضمن التعريف، ولكنه يكون بعد التعريف، يقال تعريفه كذا ثم ينتهى من التعريف أو الحد، قال وحكمه النصب. لأنك لا يصح أن تقول مثلا في تعريف المبتدأ هو أو في تعريف مثلا الفاعل تقول هو الاسم المرفوع، وإن كان الناس يقولونه، لكن لا يعد قولنا مرفوع من 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 التعريف، لكنه حكم من أحكامه. يقول وحكم من أحكام الفاعل وجوب الرفع. قال الحال هو الاسم، قوله الاسم هذا الأصل، الأصل أن يكون الحال اسما، لكن قد يقع الحال جملة وقد يقع شبه جملة، وهذا سيأتي تفصيل. هو سيقول هذا المصنف لعله، نعم سيأتي بعد هذا الحديث عنه إن شاء الله تعالى في تفصيل قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأنه ينبني على ذلك ما الذي يتم به الكلام، لكن الأكثر أن يكون اسما، ولذلك قال هو الاسم فهو يحمله على الأكثر. حكمه كما ذكر المصنف وكما تعلمون منصوب، وذلك يذكر في المنصوبات، في منصوبات الأسماء. إذا أردت أن تعرف ضابط الحال وكيف أعرف أنه حال، عفوا الشيخ محمد إذا ذنت لي، يعني هل يأتي ممكن يأتي فعل مضارع مثلا للحال؟ جملة فعلية. جملة فعلية، نعم، مثلا جاء الركب مثلا يمشون يهرولون، اي نعم، اي نعم، حالة كونهم يفعلون ذلك، هذا خرج من كونه اسم الى فعل، الى جملة فعلية. جملة فعلية، جملة فعلية، ولذلك يقع الحال جملة فعلية اسمية او اسمية، ويقع شبه جملة ظرفا او جارا ومجرورا، وسياتي هذا ان شاء الله تعالى. لكن الاصل ان يكون اسما. ضابط المسألة تعرف انه حال انه يصح ان يجاب به عن كيف، كيف حاله، عن كلمة كيف. كيف اذا قلت جاء زيد راكبا، ما تقدير السؤال لهذا؟ كان اعتبر هذا، اعد هذا جوابا لسؤال كيف جاء، كيف جاء زيد؟ ما الجواب؟ راكبا. يعني جاء زيد موجود في السؤال، الجديد من في جوابك هو كلمه راكبا، فهذا الجديد هو الحال، حتى لو كان شيء معنويا مثلا مبتسما او نعم غضبانا، هو ما يبين الهيئه، اي شيء يبين هيئه صاحبه سواء كان فاعلا او مفعولا على ما سياتي عند حدوث الفعل فهو حال. فهو حال. فإذا ما أجيب به عن كيف نعربه هو الحال، حتى يقرب المسألة. أيضا يمكن أن تقدر قبله، وهذه أمور تقرر تقريبية، حالة كونه كذا، إذا صح أن تقدر قبله حالة كونه كذا، جاء زيد راكبا، جاء زيد حالة كونه راكبا، فتبسم ضاحكا، تبسم حالة كونه ضاحكا، إلى آخره. فإذا ما صح الإجابة به عن كيف وقدرت قبل، صح أن تقدر قبله حالة كونه كذا، وبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل، وليس هي ثابتة ملازمة، ولكن عند حدوث الفعل. أنت عندما تقول رأيت رجلا طويلا أو رجلا كريما، أنت ما تبين هيئته عند الرؤية فقط، هذه حياته في كل وقت، فإذا ليست حالا. لكن عندما تقول رأيت رجلا يضحك،
أو رأيت رجلا ضاحكا، يعني رأيت فلان، رأيت محمدا ضاحكا، فأنت تبين حاله عند رؤيته، حين ذاك تكون حالة. تكون حالا. الأولى، أما الأولى إذا قلت رأيت محمد رجلا ضاحكا، قلت رأيته طويلا، رأيت رجلا طويلا، هذه صفة. نعم صفة. أي نعم، تكون صفة. إذن الحال ينبغي أن يكون كما قلت، يصح أن يجاب به عن كيف، صح تقدير حالة كونه كذا، يبين هيئة صاحبه وقت حدوث، وقت حدوث الفعل. هو يقول المفسر لمن بهم، المفسر يعني موضح ومبين، إن بهم يعني خفي، استتر، لم يتضح، فهو يبين ما لم يتضح. أما إذا كان شيء واضحا ما تقوله، يعني أنت مثلا تأتي بالحال، يسألك السائل ويقول كيف جاء الرجل، هو لا يعرف حال مجيئه، فهو مبهم بالنسبة للسائل، يعني شيء مبهم بالنسبة للسائل، فتأتي لتبين هذا الأمر غير الواضح للسائل من حالات المسؤول عنه. الآن في أمثلة المصنف رحمه الله يقول جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكبا. حال من ماذا؟ من زيد، زيد هو الراكب. ما إعراب زيد في الجملة؟ فاعل. فإذا جاءت الحال هنا مبينة لهيئة الفاعل. يعني من بعض الناس يقول لماذا المصنف يكثر من هذه الأمثلة، يقول نحو قولك جاء زيد راكبا، ركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، ما الفائدة لها؟ يكفي واحد، أنت هذا متن مختصر. فالمفترض لا، هو المصنف أراد شيئا بهذا، بدل أن يفصل قضايا كثيرة يكتفي بأمثلتها، وهذا من الاختصار وليس من الإطالة. جميل. ظاهره أنه إطالة بكثرة الأمثلة، لكن حقيقته أنه اختصار، لأنه بدل أن يقول وقد يكون من الفاعل وقد يكون من المفعول وقد يكون يحتملا من الفاعل أو المفعول، أورد الأمثلة، أورد الأمثلة وقال أنت أيها الشارح فصل هذه الأمور. فقولنا جاء زيد راكبا، هنا الراكب هو زيد وإعرابه فاعل. وقولنا لقيت ركبت الفرس مسرجا، الفرس المفعول به، مفعول به، فالمسرج حال من الفرس، فهو حال من المفعول به، إذن يقع الحال من الفاعل ويقع من المفعول به. جميل. فالحال في الجملة الأولى جاء زيد راكبا بيّنت حال الفاعل، والثانية في ركبت الفرس مسرجا بيّنت حال المفعول به، والذي بيّن لنا أن المقصود أن هذه بيّنت حال الفاعل والمفعول به المعنى، لأنه قطعا في قولك ركبت الفرس مسرجا، قطعا المسرج هو الفرس، لا يكون الراكب، فواضح أنه من المفعول به وليس من الفاعل. كما أن قولك جاء زيد راكبا ليس عندك من الأسماء إلا زيد، فهو قطعا من الفاعل، ما عندك اسم آخر يمكن يركب، لكن قولك لقيت عبد الله راكبا، المثال الثالث الذي ذكره المصنف، لقيت عبد الله راكبا، الآن في فاعل ومفعول، لقيت أنا، نعم، عبد الله. فالفاعل تاء، المتكلم فاعل تاء هنا، وعبد الله مفعول به، وقال راكبا، هنا يحتمل أن يكون الفاعل هو الراكب، هو الفاعل أو المفعول، ويحتمل أن يكون المفعول، فإذا هذا يحتملهما، يحتمل. إذا قال فلان لقيت عبد الله راكبا، قد يقصد لقيته وأنا راكب، وقد يقصد لقيته وهو راكب، وفي كلا الحالتين حال، هو حال في الحالتين، لكنه لم يتضح من هذه الجملة بالذات إلى من النسبة، يعني من صاحب الحال، من صاحب الحال. لكن لو قلت لقيت عبد الله راكبين، يعني كلانا، فنعم هنا اتضح أن أنا وهو راكب. طيب لو قلت لقيت عبد الله راكبا ماشيا، الآن عندنا حالان وصاحبان الحال، قطعا واحد راكب وواحد ماشي، صحيح، لكن أيهما الراكب وأيهما الماشي؟ النحويون قالوا الحال الأولى تكون لأقرب الأسماء إليها، لعبد الله، للمفعول به، لأن عبد الله هو القريب. الحال الثانية تكون للاسم الباقي وإن كان بعيد عنها، لأن فإذا قلت لقيت عبد الله ماشيا راكبا، فإذا أنا راكب وهو ماشي. طيب لو قلت، معلش أكثر عليكم من هذه لأن فيها من تحريك الذهن قليلا، لو قلت لقي كما يمثل النحويون لقيت هندا مصعدا منحدرة، هذه واضح، أنا مصعد وهي منحدرة، قطعا، لأنه وإن لم يكن الحال مجاور لصاحبه إلا أن علامة التأنيث دلت على صاحب كل حال. إذن إذا وجدت قرينة، والقرينة هنا علامة التأنيث في أحدهما دون الآخر،
فإنه نعطي كل حال لصاحبه. إن لم توجد قرينة وعندنا حالان فنعطي في القرينة هي المجاورة، نعطي الحال الأولى لما جاورها ونجعل الحال الأخرى للآخر. جميل. وإن جاءنا حال الواحد وعندنا اسمان فهو يحتملهما إلا إن كان السياق يحدده لأحدهما. أرجو أن يكون هذا واضحا. جميل. دكتور محمد، هذا الأخ ميلود من المغرب يسأل عن الشاي. أيه. ويقول شيخ الفاضل، هل كلمة منعنعا من قول القائل شربت بحمد الله كأسا منعنعا حال أم نعت؟ وجزاكم الله خيرا. لا، مدام الآن هو الآن كأنه اشتق من الجامد، قال منعنعا. طيب، مدام قال كأسا فمنعنعا صفة له، صفة للكأس، لأنه يشترط كما سيأتي الآن، سيأتي الآن، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وإذا قلت شربت كأسا، الكأس نكرة هنا، فشرط الحال أن يكون صاحبها معرفة، يكون صاحبها معرفة، وهذا سيأتي الآن إن شاء الله. طيب، جميل. فإذن هي نعت أو صفة هنا. طيب، هل هذا إشارة على الحديث كله واضح؟ فيه شيء تعلق بهذا أو ننتقل لا، هو الغالب أنه طيب، نشترط الآن. المصنف قال ولا يكون الحال إلا نكرة. أكثر النحويين يوجبون أن يكون الحال نكرة، هذا عليه جمهور النحو. بعضهم أجاز لأنهم وجدوا شواهد جاء الحال فيها معرفة لكنها شواهد قليلة. طيب، ماذا يفعل بها الجمهور الذين قالوا يجب أن يكون الحال نكرة؟ قالوا نؤولها، نقدرها بالنكرة. أكثر ما جاء كلام العرب أنه الحال يكون نكرة، كما مثلنا الآن في قولنا راكبا وماشيا ومبتسما وتبسم ضاحكا، هذه كلها كما ترون نكرات. فإذا الحال يوجب الجمهور أن يكون نكرة ولا يكون معرفة، ولا يكون معرفة. لما وجد العلماء الآية الكريمة، طيب طيب، في قول العرب، في قول العرب جاء فلان وحده، وحده الآن وحده مضافة إلى هاء ضمير، والضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة، يعني جاء فلان وحده. أنا الآن بينت حالة فلان عند مجيئه، فهي مبين الهيئة وهي يجاب بها عن كيف، كيف جاء فلان وحده، فإذن هي حال، لكن المشكلة أنها معرفة. قال العلماء صحيح أنها معرفة ولكننا نؤولها بالنكرة، يعني نقدرها، يعني تقدير جاء فلان منفردا، ومنفردا نكرة، فهي بمعنى النكرة، فصح أن تقع حالا. الذين يجوزون أن يقع الحال معرفة قالوا لا، نبغي معرفة. ونقول الحكم أن الحال يكثر غالبا أن يكون نكرة، ويجوز أن يكون معرفة بقلة. ومثله قول العرب ادخلوا الأول فالأول، الأول فالأول معرف بأل كما ترون، فهو معرفة وهو حال، لأن حالة كونكم الأول فالأول. أولها العلماء الذين يرون، من يرى من النحويين أنه يجب أن في الحال يكون نكرة، أولها بالنكرة. قالوا التقدير ادخلوا مترتبين، يعني قولك الأول فالأول يعني واحد بعد واحد، ترتبوا جعلوا واحد، ومترتبين كما ترون النكرة، فما دام هنا المعرفة أول بالنكرة فهو بمنزلة النكرة، فصح أن نقول إن الحال يجب أن يكون نكرة أو مؤولا بالنكرة، أو مؤولا بالنكرة، يعني في موقع، في موقع النكرة صح تقدير النكرة في مكانه. طيب شيخنا الكريم، إلى هذه الفقرة البسيطة نستأذنك في فاصل ثم نعود بإذن الله. أحسن الله إليكم. شاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك شرح متن الآج الرومية، ونرحب من أعماقنا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. بارك الله فيك، حياكم الله. نكمل الشيخ كلام قال رحمه الله تعالى، بارك الله فيك، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هنا الآن المصنف يواصل حديثه
فيقول إن الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد أن ينتهى من الكلام الأصلي. معنى تمام الكلام يا إخوان المقصود هنا، أنتم تعرفون أن لكل جملة ركنين، فالجملة الفعلية ركناها الفعل وفاعله أو نائب فاعله، والجملة الاسمية المبتدأ والخبر. وبناء عليه فإن قوله هنا لا يكون إلا بعد تمام الكلام يقصد بعد انتهاء الركنين، بعد اكتمال الركنين، فإذن هو فضلة. ذلك ابن مالك يقول الحال وصف فضلة. الفضلة في مصطلح النحويين هو ما لم يكن عمدة، ما لم يكن ركنا. العمد ما ذكرتها لكم الآن، المبتدأ والخبر، ما قام مقامهما أو في مدخولة أو معمولة اسم النواسخ، سواء كانت إن وأخواتها أو كان وأخواتها أو ظن وأخواتها. المبتدأ والفعل والفاعل، الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، هذه هي العمد أو أركان الجمل. ما عداها يسمى فضلات. ليس معنى أنها فضلات أنها لا قيمة لها، هي مكملات الجملة لكنها ليست هي أركان الجملة الأصلية. الحال كما يقول المصنف لا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أنه لا بد أن يكمل الركنان الأساسيين للجملة، وحين ذاك يصح أن يؤتى بالحال، يؤتى بالحال. طبعا ما دام يقول بعد تمام الكلام، ما قال بعد تمام الجملة الاسمية ولا قال بعد تمام الجملة الفعلية، فكان الأمر يحتمل فيهما. عندما تقول جاء زيد ضاحكا، هنا اكتمل الكلام، تم الكلام بركنيه الفعل والفاعل، ثم جاء الحال بعد ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى وهو الحق مصدقا لما معهم، هو مبتدأ والحق خبر جملة اسمية، ثم جاء بعد ذلك الحال مصدقا، فإذا بعد اكتمال الجملة الاسمية جاء الحال، وكذلك في الأولى بعد اكتمال الجملة الفعلية. لا يعني أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام أنه لا يذكر إلا بعد تمام الكلام، وإن كان هذا هو الأصل، الأصل أنه لا يذكر إلا بعد تمام الكلام، لكن يجوز يتقدم، وهذا لا يناقض كونه بعد تمام الكلام. يعني مثلا عندما تقول جاء زيد راكبا، يمكن أن تقول جاء راكبا زيد، هو الآن وإن جاء قبل مجيء الفاعل إلا أنه في حقيقته الكلام تام بدونه، هذا معنى بعد تمام الكلام. ليس المقصود بعد تمامه أنه لا بد أن يأتي الكلام ويتم ثم نأتي بالحال، ولكنه ينبغي أن يكون الكلام موجود كاملا ليصح الاتيان بالحال. ثم إن موقعه هنا أو مكانه الأصلي التأخير، فتقديمه في اللفظ لا يعني أنه متقدم في الرتبة، ولكن رتبته التأخير، فصح أن نقول أنه بعد تمام الكلام وإن كان الكلام لم يتم بعد في ترتيبه وسياقه. ويصح أن تقدم الحال على الجملة كلها، فتقول راكبا جاء زيد، يعني يصح أن تقدم على صاحبه ويصح أن تقدمه على الجملة كلها، لكن هذا خلاف الأصل، والأصل أن يأتي الحال بعد كمال الجملة، وتقديمه إنما يكون لعلة بلاغية، إذا وجدت علة بلاغية تدعو إلى تقديمه قدمته، وإلا فألزمه أصله بعد كمال الجملة وتمامها. بل إنه أحيانا يجب أن يتقدم الحال على الجملة، وذلك كما تعلمون في المواضع التي يقولون إن له فيها صدارة. تعرفون أن هناك بعض الأسماء في العربية لها صدارة الكلام، لها صدارة، معنى صدارة الكلام أنه يجب أن يبتدأ بها الكلام، كأسماء الاستفهام. فإذا وقع واحد من أسماء الاستفهام حالا وهو لفظ اسم كيف، تعرفون أن كيف يبين الهيئة، يبين السؤال يسأل به عن الهيئة والحال، فهو يعرب حال، فنصبه حين ذاك على الحال. فحين ذاك نقول إنه منصوب على الحال ويجب تقديمه، لأن أسماء الاستفهام يجب أن تتصدر في الكلام. وقد تقدم كما ترون ووجوب تقديمه ليس لأنه حال، لأن الحال الأصل فيها أن تتأخر، لكن وجوب تقديمه إنما جاء لكونه اسم استفهام، واسم الاستفهام حقه
أن يتقدم في بداية الكلام. ثابكم الله لدينا اتصال يا شيخنا. أحسن الله عليكم. الأخ فايز من السعودية. السلام عليكم. السلام. أهلا مرحبا بك. السؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. جاء فلان وحده أعرضها وحده حال جاء معرفة، بالرغم أن صاحب الحال هنا جاء نكرة وهو يقول لا يأتي صاحب الحال إلا معرفة. سؤال آخر. لا ما إن صاحب الحال بس يا شيخنا معلش. صاحب الحال فلان. فلان هذا اسم يا شيخ، علم على شخص، فهو معرفة. يعني يطلق على شخص. هي أنت ما تقول جاء فلان وتقصد به رجل، أنت تقصد جاء فلان يعني جاء صالح ولا خالد. يعني جاء زي. بالضبط، فهو معرفة. بارك الله فيك. سم. تفضل. سؤال ثاني تقول هذه ليلة الاثنين، تقول بدل، ولو هنا مكانها الله أعلم أنها خبر. هذه ليلة. أي نعم. الاثنين. أحسنت. اثنين. لا هي خبر. نعم. أنها بدل. أيهما صحيح؟ لا أنا أحسنت. أنا لما أقول هذه الليلة ليلة مباركة، نعم، أنا عندما أقول هذه الليلة ليلة مباركة، فالليلة الأولى بدل وليلة خبر. أما في السياق الذي ذكرته أنت هذه ليلة الاثنين، فالكلام نعم. فالحق ما قلته أنت، هذه مبتدأ وليلة خبر. بارك الله فيك. شكرا. شكرا جزيلا فايز، بارك الله فيك. طيب نعود الشيخ إلى أظن الشيخ هذه يعني عبارة عن دلالات للحال، يعني ذكرتم ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وأيضا قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم. هذه يعني مثل الدلالات أو الأشياء التي حتى نستطيع نميز فيها الحال مثلا عن الصفة. هذه نعم هذه مميزات له وأشياء أيضا ينبغي التزامها في تركيب جملة الحال حتى تصح. إذا ذكرتم الشيخ الأولى والثانية، الآن نأتي بقي للثالثة. بقي قوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة. طيب يعني صاحب الحال، نحن عرف المقصود بصاحب الحال، قلنا منذ قليل أنه قد يكون صاحب الحال هو الفاعل، قد يكون صاحب الحال مفعول به، وربما جاء عندنا أكثر من حال للفاعل والمفعول به مثلا، فهي لا يعني لا يلزم أن تكون. بعض النحويين التمس علة، مسألة التماس العلل يا إخوان القضايا الأحكام النحوية إنما هي تأتي لأجل بيان نوع من الحكمة لمجيء هذا الحكم. يعني لما يقول قائل لماذا نصب الحال وما رفع، أو يقول لماذا يجب أن يكون صاحب الحال معرفة، لماذا يجب أن تكون الحال نكرة، لماذا يجب أن تتقدم أي يتأخر الفاعل على الفعل، وهكذا. هذه الأسئلة يستطيع قائل يقول لأن العرب نطقتها بهذه الطريقة، وهذا جواب صحيح، لكن النحويين عندما يقولون يذكرون بعض العلل غرضهم من ذلك أن يبينوا أن هناك حكم دعت العرب إلى فعل هذا الفعل هذا العمل، إضافة إلى أن اصطحاب هذه الحكمة عند طالب العلم تجعله يضبط المسألة، فكل ما وجدت العلة أو الحكمة جاء المعلول أو الحكم، فيجعله الأمر يدور، الأمر ما يدور مع العلة وجودا وعدما، فمتى وجدت وجد الحكم ومتى عدمت عدم الحكم، وهذا مما يقوي تطبيق القاعدة ويؤصلها في ذهن النحوي. من هنا يأتي التماسهم لعلة وجوب أن يكون صاحبها معرفة، قالوا لأن الحال نكرة، لأن الحال نكرة، ولو أن صاحبها جاء نكرة لا نعم ظن توهم أنها صفة، لأنه صفة تتبع موصوفها في كما عرفنا في 14 أشياء نعت الحقيقي، واحد من أنواع الإعراب الثلاثة، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير، فالنعت يتابع منعوته في تعريفه وتنكيره. فلو أن صاحب الحال جاء نكرة، والحال كما تعلمون نكرة، لتطابق في التنكير، فظن الظان أنها صفة وليست حالا، وبالذات إذا كان صاحب الحال منصوبا فسيقول هذه صفة منصوبة لأن صاحبه منصوب، فمنعا لهذا أو وجب أو العرب نطقت العرب بصاحب الحال أو وجبت العرب عند نطق صاحب الحال أن يكون معرفة. معرفة. طيب أحسن الله إليكم. فبقي نقطة شيء. تفضل. لا كان في شيء. لدينا اتصالات. تفضل هاتي. أحسن الله إليكم. الأخ زكي السلام عليكم. زكي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ زكي. الله يوفقك عندي مجموعة أسئلة. تفضل بكل سرور. الله يوفقك يا شيخ محمد.
وإياكم هي اسمها. إذا وقعت الظروف الزمان والمكان، إذا وقعت في أول الكلام مثل الليلة الجمعة. أخي زكي، نعم. لو تكرمت أخفض صوت التلفاز كرما ولطفا. أبشر يا تفضل. أقول إذا وقعت، هل الظروف الزمان والمكان تقع في أول الكلام مثل الليلة الجمعة؟ هل انطقها، انطقها أنت. الليلة الجمعة، صح؟ ممتاز، صحيح. يعني تقع في أول الكلام، يعني في هذه الليلة، فهي بمعنى في ومنصوبة، طيب. فهي ظرف زمان، نعم. طيب، عندي أسئلة ممكن تكون خارج الدرس. تفضل. بالنسبة لشخص المحافل، أحيانا يقال، يعني إذا كان المقدم لمحفل، يقال مدير إدارة. هل المدير هنا، هل هي منادى أو أنها مبتدا؟ ما حسب نطقك لها. أنت الآن تخاطبه، أنت تخاطبه، تناديه الآن. تخاطبي أنا أخاطبه. تقول مديرة، منادى. منادى مضاف، والمنادى إذا أضيف نصب، حذف حرف النداء. يعني يا مديرة، مثل يوسف وأيها الطيب. يوسف، نعم، أتت مضمومة يوسف وأيها. لأنه مفرد، مفرد علم. المنادى إذا كان مفردا علما أو كان نكرة مقصودة بني على الضم أو بني على ما يرفع به، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف ونكرة غير مقصودة نصب. يعني هنا مديرة، مدام مدير الإدارة فهو مضاف فينصب يا مدير الإدارة. حتى في مرفوع إذا كان المقصد لا ليس أو خاطئ. إذا كنت لا تخاطبه، لا تناديه، نعم، فهذا بحسب سياقها، يعني تأتي بالمعنى. أما أنك في محفل وأنت تقدم خطابك فتقول يا مدير الإدارة أو مدير الإدارة، أصحاب السعادة، معالي، أصحاب الفضيلة، نعم، فأنت تنصب الأول لأنه منادى مضاف. شكر الله لك. طيب، السؤال الأخير، الله يحفظك، تفضل. حصل جدال بيني وبين أحد الأحبة، بالتي هي أحسن. كيف؟ ايه، نعم، ايه، ايه، في بالنسبة للكفرات السيارة، كفرات السيارة، ايه، هي مفردها كفرة، هل جمعها كفر أو كفرات أو أكفار، وهل الجمع صحيح جميعا؟ نسأل بس عن هذه، ما أصلها؟ هل هي معربة؟ هل يعني؟ في ظنك الآن أنها، هل كفر هذه عربية؟ والله أتوقع ليش العربية، وما دامت ليست عربية، إن كانت معربة بحثنا لها عن جمع وعن كذا، وإن لم تكن عربية فإن نفرد ونجمع ونثني ما كان عربيا منها، ترجمتها العربية، فبديلها العربي هو الذي نستعمله ونثنيه ونجمعه. يعني الصحيح فيها ما دام يقولون إطار، إطار، فنقول إطار وإطارات، ويغني هذا عن اللفظ الآخر. طيب، طيب، في سؤال آخر أخ زكي؟ سؤال أخير، كتاب في الألغاز النحوية، ما هي الألغاز؟ ماذا؟ النحوية، بسكون الحاء، النحوية، أيه. لأنها منسوبة للعلم، علم النحو، نعم، أي. شكر الله، شكرا أخ زكي، بارك الله فيك. أبو عبد الله، هو عفوا، ترى الآن هو يسأل عن كتاب، يسأل عن كتاب في الألغاز النحوية، أيه، نعم. هناك كتب الحقيقة في الألغاز النحوية قديمة وحديثة، والعلماء ما ترى يعني اهتموا بهذا الأمر، وجعلوا هذا الأمر من باب يعني ترسيخ القاعدة، ومن باب تشويق طالب العلم أيضا، ومن باب اختباره، ومن أكثر أو من أشهرها المطبوع حاليا كتاب ابن هشام في الألغاز النحوية، وله العلماء أحيانا يضمنون كتبهم بعض الألغاز النحوية، حتى الأدباء أحيانا في بعض موسوعات الأدب وأمهات كتب الأدب يجعلون فيه أبوابا للألغاز النحوية، والسيوطي له في الأشباه والنظائر باب كامل عن الألغاز النحوية. طيب، أحسن الله عليكم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. أشكركم وأشكر الدكتور محمد. بارك الله فيك. عندي حقيقة، أنا أعرف أن الدكتور يشرح متن مختصر، لكن عندي إذا كان في الإمكان بعض الأسئلة. بالنسبة للظرف، الدكتور محمد ذكر الظرف، وأنا أريد أن أعرف الفرق بين الظرف المبهم والظرف غير المبهم. ما الضابط فيهما وكيفية التفريق بينهما؟ هذه المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية، مسألة البناء والإعراب في الظروف، متى يكون الظرف مبنيا ومتى يكون معربا، وما الضابط في كونه مبنيا وكونه معربا؟ طيب، طيب، شكرا ومقدر لكم، حفظك الله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أبي عبد الله، بارك الله فيك. مسألة المبهم وغير المبهم في الظروف، ما كان محددا فلا يقال أنه مبهم، يعني عندما نقول يوم وليلة و
فهذا يقال مبهم لأنه غير محدد. لكن عندما نقول مثلا أمس وغدا واليوم فهذه محددات ومعينات وليست مبهمات. مسألة بناء الظرف وإعرابه هذا يرجع لاشتماله على موجبات البناء. الأصل في الأسماء أن تعرب ولا تبنى إلا إذا وجد فيها موجب البناء. نحن قلنا في تم إنه مبني لأنه وفي كيف كذلك، هذه كيف ذكرناها في الحال، في ثم ذكرناها في الظروف المكانية وقلنا إنها مبنية، وتبين أن سبب بنائها الشبه المعنوي لأنها اشتملت على معنى من المعاني الأصل فيها أن يؤدى بالحروف وهو الإشارة، لأن هذه المعاني عن الإشارة والاستفهام والنهي والنفي إلى آخره اعتاد العرب أن يؤدوها بالحروف والنداء وغيرها، فهناك حروف للنداء وحروف للاستفهام وحروف للنهي وحروف للنفي إلى آخره، فهذه المعاني الأصل فيها أن تؤدى بالحروف، فإذا جاء نسم يؤدي شيئا من هذه المعاني فإن نقول إنه قد اشتمل على معنى الأصل فيه أن يؤدى بالحروف فأشبه الحرف في المعنى فأخذ حكمه فبني. فنقول إذا وجد كذلك فهو مبني. وأنت تستطيع أن تحدد المبني من المعرب من خلال صورته ولفظه، إذا رأيته منون رأيته منونا وليس فيه مانع ومانع الصرف فاعلم أنه معرب، وإذا كان غير منون فإن كان فيه مانع ومانع الصرف فهو معرب ممنوع من الصرف، وإن كان ليس ممنوعا من الصرف ومع ذلك لم ينون فاعلم أنه مبني، فابحث عن علة بنائه. طيب السؤال الثاني يسأل عن البناء والإعراب، هو هذا حديث عن بناء والإعراب كريم. أنا أجبته الآن عن البناء والإعراب المبهم ذكرته في البداية. طيب أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة لأخ زكي يعني من السعودية يقول في أول الكلام الليلة، أنا لم أفهم ما مقصود. هو يقول لو قلت الليلة الاجتماع هذا ظرف يعتبر ظرف زمان، هذا ظرف زمان عبارة عن خبر مقدم، ظرف زمان منصوب وعلى نسبة فتح الظهر على آخره في محل رفع خبر مقدم طبعا، أو متعلق الظرف هو الخبر المقدم والاجتماع هو الخبر المبتدأ المؤخر. تستخدم أحيانا في المقاطع الأدبية مثلا يقول الليلة يعني يجتمع الرفاق أي في هذه الليلة، فهو زمان دل على معنى فيه ونصب طبعا ما نقول لأن فيه ال معرف ولا تجتمع التعريف مع التنوين. طيب بالنسبة في النداء هو ذكر الأخ مديرة إدارة إذا كان منادى، طيب إذا كان عدة مثلا مديرين تقول مديري أهم شيء مدام مضافا تنصبه وتعطيه حقه في النصب، مدام جمع مذكر سالم فينصب على نصبه الياء، كان مفردا ينصب على نصبه الفتحة. طيب أحسن الله إليكم. بقي شيخ لديك نقطة فيما يتعلق ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم أنا قلت منذ قليل إنهم اشترطوا في صاحب الحال أن يكون معرفة وعلل بعضهم لذلك، وهي علة ملتمسة قد يكون فيها نوع من التكلف، أنه حتى لا لو أن صاحبها جاء نكرة وهي نكرة وكان صاحبها منصوبا لالتبس الحال حين ذاك بصفة لأنه يعتقد أنها صفة. لكن نقول أنه أولا أن ليس المتبوع دائما منصوب، الحال نعرف أنه دائما منصوب، وصاحب الحال قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، فإذا لا الالتباس ليس واقعا بصفة دائما، هذا أمر. الأمر الثاني أن التوهم هنا إنما جاء لي أننا قلنا أنه يجب في صاحبها أن يكون نكرة وفيها أن تكون نكرة وهي صاحبها أن يكون معرفة، وبعض النحويين قالوا طيب لماذا يجب في الحال أن تكون نكرة؟ قالوا حتى لأنها لو جاءت معرفة صارت صفة، لشابهت موصوفها في التعريف فالتبست حين ذاك بوصفية، فصار هذا علة لهذا وهذا العلة لهذا فوقعنا في الدور. ولكن نقول إن التماس العلة ينبغي أن يكون قريب، أما إذا كان فيه نوع من التكلف ويؤدي إلى شيء من هذه الأمور يعني تعليق الشيء على ما هو معلق به أصلا فهذا معلق على هذا وهذا معلق على هذا ويوقعنا كما قلنا منذ قليل في مسألة الدور والدور باطل، فإنه هذا التعليل لا يعول عليه كثيرا. ونقول إنه لماذا صاحبها يكون معرفة؟ نقول لأن العرب إذا جاءت بالحال عرفت صاحبها. لماذا تكون الحال نكرة؟ لأن العرب إذا جاءت بالحال نكرتها. إن ظهرت علة ليس فيها هذا التكلف
ولا توقعنا في أمر فيه بطلان تبنيناها وأخذناها وسلمنا بها وجعلناها معينة على فهم القاعدة. أما أن جاءت علة فيها نوع من المبالغة أو نوع من الشطط أو نوع من التكلف فإننا لسنا في حاجة إلى هذه العلة. وفي العلل الواضحة الحكيمة غناء عن ما كان متكلفا منها. أثابكم الله شيخنا الكريم. نأخذ أسئلة شيخ من الموقع. تفضل. الأخ ريان من إيطاليا يقول هل ما زال قولك هل ما زال هناك ظرف للمكان؟ أرجو التوضيح لمعنى ما أشبه ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا كان يقصد هناك نعم فهي ظرف مكان فهي ظرف مكان، لكن إذا أقصد ما زال لا، ما زال هذه من أخوات كان، نعم من أخوات كان، فهي ويكون هناك حين ذاك خبرها في محل نصب، في محل نصب خبر لها، فهو ظرف مكاني في محل نصب خبر ما زال. ويعرب أيضا في نفس الوقت ظرف كما تقول مثلا في محل نصب لها ظرف، منذ قليل ليلة الاجتماع احنا قلنا الليلة ظرف زمان منصوب في محل رفع خبر. أيوة جميل. فهو يكون يعرب ظرفا في محل ويكون إعرابه الآخر محليا. طيب، فتاة الأنصار من السعودية من أسمت نفسها بفتاة الأنصار تقول كيف ألا تعرب اسم استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أم ماذا تعرب كيف؟ نعم هي كما قالت هي اسم استفهام مبني على الفتح لكن له محل من الإعراب، ما نقول لا محل له بل محله، لأن الأسماء نحن الحروف نعرف أنه لا هي مبنية كلها لا محل لها من الإعراب الحروف. أما الأسماء فالأصل فيها أن لها محل من الإعراب، ولذلك نقول إن كيف اسم استفهام مبني على الفتح كلامها صحيح ولكن له محل من الإعراب في محل نصب حال، وإنما قدمت وجوبا لكونها لها صدارة لأنها اسم استفهام وأسماء الاستفهام ينبغي أن تقدم لصدارتها. طيب جميل. طيب. هل لديك يا شيخ أسئلة؟ قبل الأسئلة هناك بعض القضايا المصنف ما ذكرها لكنها مما يحسن معرفتها عن الحال. أولا الحال الأصل فيها أن تكون منتقلة يعني غير ثابتة، فتقول راكبا ماشيا جالسا فرحا حزينا سرورا شيء متغيرة، هذا هو الأصل في الحال، لكن لا يعني هذا أن الحال لا تكون ثابتة وإن كان الأصل فيها الثبات. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول شهد كان الله الأصل فيها التغير، الأصل فيها التغير أحسنت، الأصل فيها التغير، لكن قد تقع نبهني يا شيخ لأن أحيانا بالفعل يكون ذهن الإنسان في أمر فيسبق لسانه إلى ما لا يصح الخطأ، وهذا ينبغي أن يستدرك عليه. بارك الله فيك. الأصل فيه التغير، فإذا جاء ثابتا يقع لكنه أقل من مجيئه متغير وهو فصيح مجيئه ثابتا، كما يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الله سبحانه وتعالى لا يزال قائما، وهذا أمر من صفاته سبحانه وتعالى ثابتة له ولا صح نقول أنها متغيرة. ومن ثم فإن ثبات الحال هنا حال، فثبات الحال موجود وفصيح، بل أفصح الفصيح هو في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الكثير في كلام العرب والأكثر في كلام العرب أن تكون الحال منتقلة وكلا الأمرين فصيح. أيضا قد يكون هذا الشيخ يذهب إلى غرض بلاغي مثلا، لا هو يرد أن يكون صاحب أن يكون الحال ثابتا، لكن ما بالاستقراء أكثر ما يأتي الحال متغيرا منتقلا. طيب. منتقلا غير ثابت. الأصل في الحال أيضا أن يكون مشتقا، اسم فاعل مثلا، نعم مشتق اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة أو غيرها من المشتقات أو اسم تفضيل أو غيره. لا فتقول مثلا جاء زيد راكبا رأيتك مجتهدا رأي مثلا قابلت فلانا جريحا شاهدته مهموما، فتأتي صفة مشبهة وتأتي اسم مفعول، جريح صفة مشبهة ومهموم اسم مفعول وراكبا اسم فاعل، فهذا هو الأصل فيها أن تكون مشتقة يعني مشتقة من المصدر أو مشتقة من الفعل حسب القول في أصل المشتقات، وهذا هو الأصل فيها. لكن أحيانا بقلة تأتي وهي جامدة، وما دام هذا الأمر قليل بل نادر، ما دام قليلا بل نادرا
فإنهم يقولون أنه يؤول ويحمل على النكرة، فمثل قولهم ادخلوا رجلا رجلا، قالوا رجلا رجلا هذه حال، حالة كونكم كذلك، لكن كما تعلمون رجل هذه جامدة وليس مشتقة، أنا اسم جامد، فقالوا يؤول المشتق حتى نحمل الكلام على محمل واحد الذي هو المعروف والسائد في كلام العرب، فيقول الأصل في قول ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، أي واحد وراء الآخر. فإذا صحيح أن الحال قد جاءت جامدة لكنها محمولة ومؤولة على بالمشتق، فصح أن تقع كذلك، وإن لم تؤول المشتق فلا يصح، يعني لا تكون الحال جامدة غير مؤول المشتق، هذا لم يرد على العرب، بل هي الأصل فيها أن تكون مشتقة، وما ورد بندرة من وقوع الحال جامدة فهذا تؤول فيه بالمشتق، تحمل فيه على المشتقات. إذا أذنت لي شيخ يعني عندي إشكال، إذا مثلا قلنا جاء الرجل ضاحكا هذا اسم مشتق طبعا وهو يعتبر اسم حال، لكن مثلا إذا كان في مبالغة مثلا ضحوكا أو ضحاكا هل يعتبر كذلك حال ولا نقول في هذا الحال أنه صفة؟ لا هو حال، لكن ترى لاحظ أن صفات المبالغة عادة تكون ثابتة يعني غير منتقلة، فقولك ضحوكا هذه صفة لازمة فيه ملازمة، ونحن نعرف أن الحال أصل فيها أن تكون كما ذكرت منذ قليل تكون منتقلة، أيوه، فالأصل هو أن لا تستعمل هذه الصفات أحوالا، لكن لو قلتها فهي حال حين ذاك. طيب يعني مثلا قلت سلمت على رجل ضحوك، لا إذا تكون صفة لأن نكرت أنت صاحب الحال، صاحب الحال لابد يجب أن يكون معرفة، لكن ما يصح مثلا أقول سلمت على رجل ضاحك، على الرجل ضاحكا، لا على رجل ضاحك هذه تخرج من بابنا، هذه صفة نعت، لكن لو قلت سلمت على الرجل ضاحكا هذه حال، فهي حال لأن صاحب معرفة، ولو تتبع المبالغة قلت سلمت على الرجل ضحاكا يصح أنها تكون يصح حال؟ لكنها تكون مثل ما أخبرتك الأصل، عشان نربط فقط القاعدة ذكرتها يا شيخ في حالة إذا كان متغير فهو الأغلب فيه أن يكون حال، بالضبط الأغلب في الحال أن يكون متغيرا، أي نعم الأغلب في الحال أن يكون متغيرا، لكنه يصح أن يكون ثابتا لا إشكال في ذلك. جميل جدا، أحسن الله إليكم. أيضا من الأمور التي يعني الأصل فيها أيضا الإفراد كما نعرف تكون مفردة، والمقصود بالإفراد ليس ضد التثنية والجمع، لأن المثنى والجمع في هذا الباب يعد مفردا، ولكن المقصود بالإفراد ما لم يكن جملة ولا شبه جملة كما قلت منذ قليل، ولذلك فإن صاحب الحال قد يقع، إن صاحب الحال فإن الحال قد تقع جملة وقد تقع شبه جملة، ولكن هذا خلاف الأصل. في قول الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، أنا أسأل الآن الإخوة كم عندنا من حال في هذه الآية؟ تفضل. فيها حالان، فيها حالان، خائفا وهي حال مفردة، خائفا حال مفردة، ويترقب حال جملة فعلية. أحسنت، حالا جملة فعلية يترقب، لأن الفعل مع فاعله يترقب هو، فإذا الحال قد يقع غير مفرد، يقع جملة فعلية، ويقع اسمية، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، هم مبتدأ ألوف خبر، والحال أنهم ألوف، وقعت الجملة الاسمية خبر، ويتعدد حالا، قد يتعدد الحال مثلا عدة أحوال كما رأيتها، خائفا يترقب، لا يعني مثلا مرة يكون مفردا، مرة يكون جملة، مرة يرجع مثلا مفردا، نعم هو في هنا وقع مفردا وجملة في مكان واحد. وفي الجملة السابقة لما قلنا جاء فلان راكبا ماشيا كما قلنا منذ قليل أنه قد وإن اختلف صاحبها وقد يقول صاحب الحال نفسه يتعدد. في قول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته، كلام عن قارون، خرج على قومه حالة كونه في زينته، هنا وقع الحال شبه جملة، شبه جملة جار ومجرور. وقد يقع الحال ظرفا كمثال ابن هشام في أوضح المسالك رأيت الهلال بين السحاب، فبين هنا ظرف مكان وهو حال من الهلال معرف بأل، أي حالة كونه بين السحاب. إذن يقع الحال جملة اسمية أو فعلية، يقع شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا، وهذا لا يخرجه عن أن الأصل فيه أن يكون مفردا. وكما علمتم أن المقصود بالإفراد هنا ليس ما كان قسيما للتثنية والجمع، ولكن الإفراد ما كان قسيما للجملة وشبهها. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد شتر من الجزائر
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، المؤلف قال أن الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، وفضيلتكم ذكرتم المثال التالي الليلة الاجتماع، فنرى هنا أن الحال جاء في بداية الكلام، فما هو تأويل هذه الحالة؟ لا، ما عندنا حال هنا، هو التبس الأمر عليه، هذا ظرف زمان، هذا الموضوع السابق. في قولنا الليلة الاجتماع هذا ظرف زمان. لأن الأخ الذي سأل عنه سأل بعد أن بدأنا في باب الحال فالتبس الأمر. لا، في قولنا الليلة الاجتماع، الليلة ظرف زمان، فهذا من المفعول فيه وليس له صلة بباب الحال. طيب، جميل جدا. الأخوة الكرام، هل لديكم أسئلة؟ الشيخ راجس من دو سؤال وشخص وليما، وسأسألهم بعد أن يسألوا إن لم يأتوا على سؤالي. تفضلي في خلال. قرب اللاقط لو تكرمت وارفع صوتك. قال في بداية الباب الحال هو، وفي الفقرة التالية قال ولا يكون الحال إلا نكرة، وفي نهاية الباب قال ولا يكون صاحبها. تذكر ثم أنث. حسن، عفوا أخي الكريم، لعلك تشغل اللاقط، قد يكون مغلق. الله يعينك، السؤال كان طويل، عليك أن تستذكره. لا، ما شاء الله شيخ عجز. شيخ ما يشتغل شيخ؟ لا يشتغل. طيب، اطرح سؤالك ونحن سوف ننقله. هو يسأل، أنا عرفت سؤاله. هو طيب، يقول إن المصنف في قوله قال الحال هو كذا، وما قال هي، ثم قال ولا يكون، ولم يقل ولا تكون، ثم قال في آخر كلامه ولا يكون صاحبها. صاحبها أي الحال؟ أي الحال. يعني هل مذكر؟ كيف يأتي به مذكر في مرتين ثم يأتي به مؤنثا في آخر الكلام؟ ملاحظة دقيقة. ما شاء الله. الأصل في الحال أن المقصود أنها مؤنثة، فنقول الحال وضعها كذا، حال منصوبة، هذا الأصل فيه، ولكن يصح أن نحملها على التذكير فنعاملها على التذكير، لكن الغالب في استعمالها أن تعامل معاملة التأنيث، فإن عاملتها على هذا أو على هذا فلا إشكال، لكن إن أردت أن تلتزم الأكثر والأفضل فيها فعاملها معاملة التأنيث، وقل حال منصوبة، وقل صاحبها كذا، وضعه كذا. هذا هو الشائع في كلام العرب، أن تعامل كلمة الحال بصرف النظر عن مصطلح الحال في العربي في العلم العربية، أن كلمة الحال الأصل فيها أن تعامل معاملة التأنيث. طيب، فنقول فلان حاله طيبة، ولا نقول حاله طيب، وإن كان يصح لك أن تحمله حين ذاك على التذكير، لأن ما دام أصبح مصطلحا لنوع من أنواع الأسماء فحين تحمله على التذكير ولا إشكال فيها. حسن الله عليكم. شيخنا، لم يبقى لدينا إلا القليل جدا. نعم، هل نأخذ السؤال من الأخ الكريم أم من الأمر إليك أنت صاحب تطرح الشأن؟ قد يكون الأفضل أن نأخذ السؤال لأنه لم يتسع وقتي لطرح. تفضل شيخ سويلم. تفضل، أردت أن تسأل شيخ سويلم أو الأخوان هناك. الأخ الكريم، هل لديك سؤال؟ طيب شيخ الكريم، إذن لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. طيب، أنا السؤال طبعا المطلوب الآن، سأعطيكم أمثلة أو مثال، سأعطيكم مثالين. جميل. وأطلب بيان الحال فيها وصاحب الحال. طيب، وصاحب الحال. المثال الأول في قوله سبحانه وتعالى وينقلب إلى أهله مسرورا، نريد أين الحال ومن صاحبها أو ما من صاحبها. المثال الثاني ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، فأين الحال وصاحبها. أحسن الله إليكم شيخ. بارك الله فيكم شيخنا، أفادكم الله. يسمع. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى من الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.